النواب التغييريين طرحوا مواصفات الرئيس وقالوا خارج الاصطفافات خارج المحاصصات قادر أنه يعالج المسائل ينبثق من روح 17 تشرين، وقالوا إذا لم نصل إلى انتخاب رئيس سنتحرك في الشارع ابتداء من 20 تشرين الأول. هل تؤيد التحرك في الشارع للضغط لانتخاب رئيس جمهورية؟ شو بفيدنا التحرك شو بفيدنا؟ قد يضغط على المسؤولين وعلى هلا انه يعمل كلهم مساعي اكانوا التغييريين او غير التغييريين يعملوا مساحي بلش يفكروا سوا يا جماعة هاتوا نشوف الاشخاص اللي ممكن يكونوا ويعملوا بار اكسكلوزيون انه ايه لا ايه لا بيوصلوا ويسألوا على شخصيتين او شخصية شخصيتين اكيد افضل تنقول انتخاب أنا منتخب بين اثنين وإلا بيقولوا تزكية ليش خوتين شو إلا طعمة إنه اتفقنا على شخص وتنتخبوه ما هيك عم بيصير هيك صار بعد بيضحكوا علينا الناس في شي مطرح بالعالم كله بتصير هيك عنا ونحن بلد ديمقراطي عنا عم بيصير هيك يقولوا بالتزكية وخلصنا. بدي أرجع للسؤال، بعرف إنه حضرتك ترفض المبدأ والطرح وبعرف انه حضرتك اجبت عن هذا بس عذرني لاني بدي ارجع اطرح الموضوع اللي اكثر شيء عم ينطرح. تفضل. ليله 31 تشرين اذا ما انتخبنا رئيس جمهوريه شو لازم يصير؟ بتكون جريمه كبيره عملوها النواب والكتل النيابيه والمسؤولين، ارتكبوا جريمه كبيره لانه بكونوا خربوا وطن وقتلوا شعب. هل تخشى أن يبقى الرئيس في قصر بعبدة بسابقة دستورية أو يعمل انقلاب دستوري؟ ما عنده صلاحية، ما بيقدر يبقى لأنه صلاحيته بتسقط 31 تشرين الأول. حتى لو ضل في حكومة تصريف شو أعمال شو ما كان يكون هو صلاحيته بتخلص، هو علي من جهته أنه صلاحيته وقفت باش عنده صلاحية. إذن بواحدة وثلاثين تشرين على الرئيس عون أن يغادر قصر بعبدة حتى لو كانت بعد حكومة تصريف أعمال، مما قال علاقة ببعضها. واحدة وثلاثين تشرين الأول بتسقط كل ولايته. نعم. تخلص الولاية بقطع النظر حكومة. نعم. تصريف أعمال مش تصريف أعمال ما قال علاقة. نعم. ببعضها يعني. هل تخشى من فوضى دستورية كما يقال؟ يعني هناك من يعتبر أنه الرئيس عون قد يقدم على خطوة بناء على اجتهادات دستورية، ربما تعيين رئيس مكلف تاني ليعمل حكومة تاني. أنا إذا بيسألني رأيي بقول له ما تعمل الخطوة في خانة الرئيس، مش حلو تعمل الخطوة. خدمت الوطن 6 سنين بكل حطت كل قدرتك وكل شيء عندك وكل قواك، قدرت تحقق اللي قدرت وقدرت ما تحقق اللي ما قدرت تحققه، خليك على المستوى الرفيع انه انت 31 خلصت مهدتك بتغادر القصر وبتشكر اللبنانيين وخلص تطلع كبير، دخلت كبير طلع كبير. نعم. شو بدك بخبرية الدستور واخبار مشكل؟ مش هيك بيصير الدستور. الدستور له آلية له طريقة، وإلا البلد يفوت بالفوضى. ما فينا بقى نحمل فوضى بزيادة علينا. بزيادة صرنا مضحكة لكل الناس والدول يعني. ولبنان حرام، حدا له حق يلعب بلبنان. حدا له حق. سيدنا أي أسهل، انتخاب رئيس هلأ أو تشكيل حكومة جديدة؟ نحن دائما عم نقول انتخاب حكومة واجب اليوم قبل بكرة، لأنه اسمها السلطة الإجرائية. أنا بشبهها السلطة الإجرائية ما اسمها معها مثل بوسطة أو طيارة قاعدين الركاب فيها، ما في كابتن، ما في سائق، قاعدة هالسيارة واقفة هيك بأرضها. السلطة الإجرائية اسمها الحكومة، بدها تجتمع عند وجباتها، بدها تاخذ قراراتها اليوم قبل بكره ولا بعد باقي يوم، لازم يكون في حكومه. هل برايك الحل الاكثر واقعيه هو ما يطرحه حزب الله، تعويم الحكومه الحاليه او يعني اعاده انتاج حكومه اللي هي نفسها وتحظى بثقه مجلس إذا دستوريا بتمشي
وبتنال الثقة بلاش لا. المهم أنه الحكومة تكون حكومة شرعية مش حكومة تصريف أعمال. البلد ما بيحمل تصريف أعمال، في قرارات بتتخذها الحكومة. نعم، يعني في حال ضلت حكومة تصريف أعمال خطأ أنها تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية فيما لو حصل فراغ؟ أنا هالموضوع ما أنا درسه بالحقيقة، بس بدك شوف مين الحكومة، مين البديل ساعتها؟ ما في بديل. ما نحن ما نتعم نكرفت الأشياء فوق بعضه، ما في بديل. الحكومة هاي الحكومة اسمها شرعية أو تصريف أعمال، هاي الحكومة فل يعني تستلم الأمر أحسن ما نوقع بفوضى يعني. شو طبيعي؟ لكن